every intelligent will realize his actual position and realize that whatever Allah has disposed for him will unavoidably befall him. And whatever is taken away from him will never hit him. فقرة شعرية يقدمها لنا الأخ العزيز حسن تقي، فليتفضل مشكورا محفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم أيها الحضور الكريم. نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام الإمام الحجة عليه السلام. وإلى العالم الإسلامي بمناسبة مولد إمام الحسن عليه السلام، وذلك بعد الصلاة على محمد وآل محمد. وين روح الغير بابك؟ وين روح؟ وين روح الغير بابك؟ وين روح يلي حبك بلسم لكل الجروح؟ انثر رموشي على اعتاب الشرف يمك اجيت يا الحسن، ولساني صرح واعترف بيك التجيت. حبك احياني بشعوري شلون محيت، عقلي من جنب جلالك زاد وعيت. يل وجودك عزتك نافيه خفيه، عمي عين الما يشوفك والله عمي. كل من البابك سعى ما خاب سعيه، بيك يضمن اخره ويضمنها دنيا. ما يخيب اللي يمتلك مثلك حبيب، يا الجروح تغازلك اروع طبيب. محبتك روح بجسم، روح الهتف بيها احتيت. يا الحسن، ولساني صرح واعترف بيك التجيت. ملجأي ورادة وأعوفة شلون أكابر، وأنا عمري ما كنت عنك أغادر. حبك أمضي لو زرع دربك خناجر، أمشي جسمي وأوصلك روح وخواطر. لحد يلوم الذي حبك يساهر، على اعتابك ينثر رموش النواظر. يا سهر ليل التواصل للنهار، ليك حن ومن حنين عليك غار. حقي من كثر المحبة لو ذرف دمعي وبتيت. يا الحسن، ولساني صرح واعترف بيك التجيت. مثل أوراق الشجر عشت بربيعة، وعلى كل قطرة ندى أشكر صنيعة. العمر ربيعة وعمري ما أفكر أبيعك، عبدك أنا بأمرك ونهيك أطيعك. إلى الشاعر أديب علي السقاي. مثل أوراق الشجر عشت بربيعة، وعلى كل قطرة ندى أشكر صنيعك. العمر ربيعة وعمري ما أفكر أبيعك، عبدك أنا بأمرك ونهيك أطيعك. لو تفتش قلبي يا مهجة وديعة، تلقى شخصك ساكنة وقلبي بقيعك. لو تفتش قلبي يا مهجة وديعة، تلقى شخصك ساكنة وقلبي بقيعك. كذب عن قلبي أحس أنك بعيد، وانت أقرب لي من حبل الوريد. هذه كل نبضاتي سابيها الشغف وانا انسبيت. يا الحسن، ولساني صرح واعترف بيك التجيت. انت من كنز الجلاله مبني صرحك، انت كاف ونون امره الرب منحك. بالكرم واضح بعد وشلون اوضحك، اخاف احكي بكلمه ولساني يجرحك. بالسحب لو ردت شبهك ما امدحك، هي تعطي تبكي وانت تعطي تضحك. يا كريم وحبك اعظم كل عطاء ما ابدله، حتى بنجوم السماء سيدي وبكل ثمن غالي نعرف لا ما ارتضيت. يا الحسن، ولساني صرح واعترف بيك التجيت. صلوا على محمد وآل محمد. أول ريحانة، أول ريحانة،
أول ريحانة أول ريحانة أول أول That means this is your reply. It means the first grandson of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awwal rayhana. Awwal rayhana. Awwal rayhana. Awwal rayhana. خل تفرح دنيانا وتردد ويانا خل تفرح دنيانا وتردد ويانا للهادي مولود اليوم أول ريحانة للهادي مولود اليوم باسم الحسن صاح اليوم داع الولاية الله باسم الحسن صاح اليوم داع الولاية الله وارتفعت بكف الدين للفرحة راية أول صبط وجهه يلوح نور وهداية بوجود من أعلى الكون رب البرايا رحمة وهل بنورة خضعت للمعمورة رحمة وهل بنورة خضعت للمعمورة بالفرحة ظل هذا الكون يهتف وجدانه للهادي مولود اليوم أول ريحانة أول ريحانة أول ريحانة أول ريحانة مولد حبيب الزهراء ثاني الأئمة كل بقعة من هذا الكون هلت الرحمة الله كل بسمة من الأحباب تتبعها بسمة كل نسمة هبتها اليوم عانقت نسمة لما نلاحب قدسة شعت جذوة شمسة لما نلاحب قدسة شعت جذوة شمسة كل وردة فوق الأغصان صاحت فرحانة للهادي مولود اليوم أول ريحانة أول أول ريحانة أول أول ريحانة أول أول ريحانة أول ريحانة أول ريحانة سبل الطوه الرابع نور بالدنيا ضوى بالدنيا ضوى بالدنيا ضوى من خالق المخلوقات نور وسموة فيهن ساعد بيت الله والصفا ومروة ويردد باسم اليوم قلب النبوة فيهن ساعد جدة ويراقب بمهدة فيهن ساعد جدة ويراقب بمهدة كل لحظة بالفرحة تصيح روح الولهانة للهادي مولود اليوم أول ريحانة أول ريحانة أحسنتم أحسنتم أشوف إذا في كيك في المطبخ كيك إيه موجود طيب راح نسأل أسأل سؤال واللي جاوب نعطيك أوكي بس كيك بس كيك آيفون يستاهل I'm gonna ask you a question and who answers will get a gift Who can tell me when was Imam Hassan born? When was Imam Hassan born? You got it, that's right. I own it. Which month, and in Arabic calendar, what date? Anyone? متى ولد الإمام الحسن عليه السلام؟ 15 of Ramadan. Ahsant, what's your name? Zarif. 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 Give him a cake. Give him a cake. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
We will have another question, but after this moment, we will stay مولاي. عام السنة, what year? He got it. Anyways. No, I get it. Okay. We will reward some of خدام الحسين or all the خدام of Imam Hussein. And inshallah, all of you are خدام الحسين عليه السلام. نستقبل الآن عزيزنا أستاذ أبو نور حتى يقدم هذه الفقرة وتكريم لخدام الحسين عليه السلام الذين بذلوا كل وقتهم وجهدهم تحت هذه القبة المباركة في هذه الحسينية العطرة وبذلوا كل ما يملكون للحسين عليه السلام فأبسط ما يمكن أن نقدمه لهم هي شهادة التكريم ومن لا يشكر المخلوق لا يشكر الخالق فقبل هذا نقول لهم وللجميع أن الأجر الأوفى والأكمل عند الزهراء عليها السلام وعند أهل البيت عليهم السلام وبالأخص عند أبي عبد الله الحسين عليه السلام لكن هذه هدية رمزية بسيطة تعبيرا من الإخوة القائمين على الحسينية بالشكر والامتنان لهؤلاء الأبطال نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياهم على ولاية محمد وآل محمد نستقبل أبو نور ونستقبل أبو مجتبى بعد بالصلوات على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليك السلام نبارك لكم ذكرى ميلاد كريم أهل البيت سلام الله عليه وكل عام وأنتم بخير حقيقة هذه الفقرة عبارة عن تكريم للكوادر القائمين على هذه الحسينية بما فيهم خدمة الحسين من قراء ومن معلمين ومن خدام في المطبخ أو في الكاربار وجميعهم إن شاء الله مشمولون أو مشمولين برحمة وببركات محمد وآل محمد اللهم صل على محمد أبو مجتبى يتكلم باللغة الفارسية قبل ما نسرد الأسماء فاسبقوه بالصلاة على محمد وآل محمد محمد وآل بسم الله الرحمن الرحيم تبریک از میکنم شب میلاد با سعادت آقا امام حسن مجتبى اولین فرزند آقا امیرالمومنین سلام الله علیه و اولین فرزند بیبی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها به مناسبت همین میلاد اینجا یک جشنی برقرار الحمدلله برکت آقا امام حسن مجتبى انشاءالله که همه ما از نوکران و خدام آقا امام حسن باشیم آقا امام حسین سلام الله علیه یه سری از آقایون و خانوما اینجا مرتب سال 12 ماه مشغول خدمتگذاری برای نوکران و مهمانان آقا امام حسین که انشاءالله خدا از همه شون قبول کنه و از خدا میخوایم که تا آخر بمانه چون خیلی آمدن و رفت مثل اصحاب ما حسین شب عاشورا 1500 نفرشون رفت اونا هم بعدن مردن اما اسمشون تاریخ نیست هیچ کم بهش سلام نمیده اونایی که موندن و صبر کردن و استقامت کردن شدن از انصار آقا را حالا شما نوکران ما حسین همین شرط که انشاءالله حالا نوکر هستیم باید نوکر بمانیم تا انشاءالله خدا از نسل شما از ذریه شما نوکر قرار بده برای آقا را
اگه یه شعر بلدی نگو سختم آماده نکرد، این بزرگیت ازنده. اگه یه دلار پولری ندی این رزوریت اثر میزنه. الله شاهده که رو بچه هاتون اثر میزنه. کمکاری تو جریانات امام حسین رزوریتون اثر میزنه، چون خدا میخواد نور حسین فاطمه را تا روز قیامت روشن بداره. خزنت الله امام حسین، دیگه اونو که اهل معرفت میدونن خزنت الله یعنی چی. آنچه که خدا داره پیش امام حسین، هیچ جا دیگه هیچ خبری نیست، هیچ ضمانتی هم نیست که ما بریم بهش، هیچ ضمانتی نیست، خود نگون نزن. فقط یک راه مونده، ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. در خونه هر امامی هم که بریم در خونه امام حسین، آقا امام حسن میفهمد لا یوم که یوم که یا ابا. داره امام معصوم میگه، یک مرجع که نداره میگه، یا آیت الله که نداره میگه، حجت خدا روی زمین داره میگه لا یوم که یوم که یا ابا. پس اینا که نوکرین حسینی میکنن و هر جای عالم خوشا به سعادت شد. خیلی سخته. کجای سخته که بدون فشار میاد شما بایست، خسته نشید، نگین دست دارم، دانشگاه دارم، کار دارم، بیزنس دارم، مشغولم، اینا همش زیادی ها، اینا ضمانت بهشتت نیست. تنها راه نجات ما شیعه های امیر مؤمنان حسین فاطمه است. همه میگن از آدم بگی تا خاتم، از اولیاء الله بگی تا آدم های معمود. حالا امشب میخوام بعد 12 سال به اینه که تا حالا با ما موندن بهشون یک کارتایی به عنوان یادگاری از خونه امام حسین. این تحفه از آقا امام حسن سلام الله علیه برای نوکران برادرش آقا امام حسین، و انشاءالله که خود آقا امام حسن عنایت کنه به شماها و به همه شماها و به شما نوکران امام حسین ذریه صالح بتون بده. باقیات صالحات شما پولتون نیست، پول میره. ریاستتون نیست، میره. شخصیتاتون نیست، میره. تنها چیزی که براتون میونه خدا از ذریه شما بچه هایی بهتون میده که صاف باشن در خدمت امام حسین، خسته نشن. شرط نوکری امام حسین ایستادنه تا آخرین نفس، یا حسین. انشاءالله الان حجی ابونون اسامی رو میگن، شما تشریف میارین انشاءالله که تقدیمتون میشه. حالا هرچه علاقه به آقا امام حسین دارین و هرچه علاقه به آقا امام حسن دارین و هرچه علاقه به بی بی دو عالم حضرت زهرا و آقا امیر المؤمنین و آقا رسول الله دارین و بالاخص برای سلامتی آقا امام زمان و به سلامتی تمام شما نوکران امام حسین، ست صلوات علوی مهدی بفرستید. يقول الإمام الصادق عليه السلام: كلنا سفن النجاة وسفينة الحسين أوسع. نسرد الأسماء. يتفضل الأخ مهدي أبو أمير. يتفضل الأخ مصطفى الشكري. صلوات.
كان رفتن فر الزواج كان رفتن فر اما از همون جا حقوق ماهانه شنو به حساب میزن و هر سال دو ماه الى یک ماه الى یک ماه نیم برای هر مراسمی میان تو عدالت این خونه امام حسین که نوکری خودش بمونه ثابت بمونه که بچه ها انشاءالله همه نوکر امام حسین برای سلامتی خوش زن بچهش یک سلامت ما شاء الله. الاخ مصطفى شكري الله يحفظه ويحفظ الوالد ويحفظ اخوه زيد ويحفظ الوالده ان شاء الله. الاخ مصطفى تزوج الحمد لله ان شاء الله كل الشباب يتزوجون بنات صالحات مؤمنات ان شاء الله. والحمد لله راح البيرث يعني سافر وبقى في بيرث يعني هجر الى البيرث ولكن الحقوق اللي هو معين نعطي احد ويا ابا عبد الله الحسين كل شهريه يريد يفوز بالحساب حتى لا يكون لا يقصر بحق الحسين سلام الله عليه وهو كل سنه شهر او شهرين باي مناسبات ياخذ تيكت ويرجع للأدلات حتى يبقى خادم للحسين حتى الحسين يعطي ذريه صالحه خادمين للحسين ان شاء الله. نسأل الله أن يحفظه وأن يكثر من أمثاله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. الأخ المؤمن محمد أسد تفضل. الآن يتفضل الأخ العزيز خادم الحسين أبو ميثم مصطفى. الأخ العزيز مصطفى حسين. الآن تكريم الأخ العزيز خادم الحسين حامد الحائري. اللهم صل على محمد وآل محمد. حامد ممكن تعرفنا بنفسك؟ أنا اسمه حامد. مور. أنا اسمي حامد الحائر. طيب. أنت إيش أعمالك في الحسينية؟ إيش الديوتيز حقك في الحسينية؟ والله خادم أبا عبد الله. إنجليش. هو يحكي انجليزي عربي فارسي يا لغه جماعه ايش يسوي بالحسينيه؟ لا عندنا في السؤال فني في السؤال فني نسال حامد انت كم سنه قعدت تخدم للحسين في عدلات؟ هو 12 سنه دوا زهسه. انت بهال 12 سنه شتي مضرب العالم شتي مخاتين داوا زاهر بالما حسين دي قام كوني خاصه شي ادم حسين اللي نبقى بهذا الطريق ونختم ابو عبد الله حسين وان شاء الله ذريتنا هم يصيرون خدام لابو عبد الله الحسين ان شاء الله والاهم شيء نزور زياره ابو عبد الله حسين ان شاء الله. Parsiyan vegan.
از آقا حامد پرسیدیم که چین دو دوازده سال خدمت میکنی چی آرزو داری؟ از امام حسین چی خواسته هایی داری؟ ایشون هنم من خواستم اینه که تو همین راه بمونم انشاءالله و از نوکری اصلا یعنی عقب ندارم و دومن این که انشاءالله نسلا در نسل انشاءالله همه از یکی از خادمین ابو عبدالله باشن و مهمترین چیز اینه که انشاءالله خدا توفیق کنه که بریم زیارت ابو عبدالله حسین انشاءالله. حالا برای سلامتی همه نوکران امام حسین صلوات. تو امونشی؟ يتقدم الآن الأخ العزيز عدنان الراشد. الأخ العزيز محمد مهدي الكلابي. الأخ ما موجود إن شاء الله بعد انتقل. الأخ العزيز رياض الشكري أبو زيد. الأخ حسن الخفاجي. الأخ جواد الزيداوي. أحمد البرماني أبو حيدر. خادم الحسين سيد بهاء الحلو تفضل. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل بنقرأ أكثر من اسم عشان الوقت. الأخ علي الخفاجي يوسف الهاشمي علي حسيني. علي حسيني. محمد عباسي. هذه ما عرفناها ايش يعني بالعربي. ظاهر عباسي. ناصر عباسي. علي عباسي. علي عباسي. سيد مصطفى حسيني. أميد حسيني. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سيد مهدي حسيني. سيد محمد زيدي. محمد نوري. مهدي شفيعي. سيد سجاد زيدي. هاشم مالكي. حسين قنبري. في الأخير خادمكم وخادم خدام أهل البيت أبونو. موفقين إن شاء الله لكل خير ولخدمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، ونسأل الله أن يمن علينا وعليكم ويوفقنا لخدمة الحسين ببركات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. یکی از خانمای مؤمنه که از عشاق آقا امام حسنه 5 تا پاکت به ما دادن که به اسم حسن باشه. حال ما میخونیم حسن الحلو. سید حسن الحلو اتفضل. اللهم صل علی محمد وآل محمد. حسنین البغدادی. عبد الحسين حسن عبد الحسين صحيح عبد الحسين العفو حسنين. هسه بعد نحتاج حسنين. منو اسمه حسن؟ اتق اسمه حسن او 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 مش هم الطين الحسن. بس كان حسن. من ايش ما حسن؟ حسن تك تعال اقطع. سوف الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد فضل الباقي. من ايش ما حسن؟ حسن. خب من اسمه اسم مجتبى. تعال بيه. صلى على محمد وآل محمد. صلى على محمد. يعني حسين قندي قنبري العفو اجي هيك صلوات. اختتام المجلس عايز نطلب زلابي خلي يوزعون زلابي اول تفشي قرانهم حتى صوت الهلاهل يعتلي صوت الهلاهل يعتلي قرت عيونك يا علي قرت عيونك يا صوت التهاني يعتلي قرت عيونك يا علي صوت التهاني يعتلي قرت عيونك يا علي
اللي ما يجاوب ما ياخذ. قرت عيونك يا علي مستبشرة بالفرحة هاي اسمانا حسن حس مستبشرة بالفرحة هاي اسمانا نهني الرسول بهالولادة ويانا وفي الحشي هسه نهني الرسول بهالولادة ويانا للحسن نجلك جينا يا مولانا مبروك يا حدر يا حامي حمانا مبروك يا حدر يا حامي حمانا نور الحسن أصبح جلي قرة عيونك يا علي نور الحسن أصبح جلي قرة عيونك صبط الرسول مولدة عنينا قرت عيونك يا علي نادينا لولا الحسن يا بالحسن ما جينا ولولا الحسن يا بالحسن ما جينا من كفاردنا بهالمسا يعطينا ميلادك الهم ينجلي قرت عيونك ميلادك الهم ينجلي قرت عيونك يا علي قرت عيونك يا علي قرت عيونك قرت عيونك قرت عيونك يا علي قرت عيونك قرت عيونك قرت عيونك يا علي قرت عيونك جواب جواب قرت عيونك قرت عيونك قرت عيونك لا 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 ما راح نختم ما راح نختم ما راح نختم اذا الصوت هذا الصوت ما راح نختم هذا الامام الحسن الامام الحسن قرت عيونك يا علي قرت عيونك يا علي ما نختم للفجر للفجر قرت عيونك يا علي قرت عيونك يا علي قرت عيونك يا علي سبط الرسول مولدة عنينا حسن حسن سبط الرسول مولدة عنينا قرت عيونك يا علي نادينا قرت عيونك يا علي نادينا لولا الحسن يا بالحسن ما جينا اي لولا الحسن يا بالحسن ما جينا هلا اي لولا الحسن يا بالحسن ما جينا لولا الحسن يا بالحسن ما جينا ليش جاي لولا الحسن يا بالحسن ما جينا اي لولا الحسن يا بالحسن ما جينا لولا الحسن يا بالحسن ما جينا من كفارتنا بهالمسا يعطينا من كفارتنا بهالمسا يعطينا من كفارتنا بهالمسا يعطينا علي 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 إن شاء الله ثلاث ليالي عدنا لليالي القدر إن شاء الله وإحنا كلتنا عدنا ذنوب كثيرة ماكو واحد ما عد ذن أحسن ليالي التوبة ليالي القدر وأحسن يوم العطاء ليالي القدر وأحسن ليالي الواحد ما عد رأس السنة الخمسية يجي خمس أحسن وقت إن شاء الله الله يعفو عن كل ذنوبنا إن شاء الله وكنا إن شاء الله صلاة جماعة إن شاء الله وفطور وإن شاء الله جزء من القرآن وبعدين يبدأ المجلس ليالي القدر ثلاثة بالليل خميس بالليل والسبت بالليل ثلاث ليالي لا تنسوا إن شاء الله إن شاء الله سشب شباي قدر شباي نزول القرآن شباي تمام الملائك بل آقا امام الزمان نازل میشن و از آقا امام الزمان امر میگیرن دستور
تمام اعمال یک سال ما رو میدن دست امام زمان. امام زمان امضا کنه، امام زمان میخونه، میبینه شما تو اون شب چیکار میکنی، چقدر در خونه خدا مینانی و گریه میکنی، چقدر از خدا میخوایی که گناهام رو بیامرزه. اونایی که سال خمسی ندارن دعاهاشون مستجاب نمیشه، برعکس خدا لعنتشون میکنه، چون کسی که سال خمس نداره ظالمه، جزء ظلامه به اهل بیت و به سادات و به آبه ایتام. هر کسی سال خمس نداره، هر کسی حق ناز گردنشه، رد مظالم گردنشه، بهترین شبا این سه شبه، چون امام زمان نگاه به پرونده میکنه و ان نگاه به ما میکنه ما چی کاره ایم، میخوام ادامه بدیم بر اون بدیامو یا برعکس میخوام اصلاح بشیم، میخوام آماده برای ظهور بشیم. پس این سه شب خیلی شبای مهمه. روزای خود کمتر کار کنید. اگه بتونید مدرسه برید مدرسه نرید. اشکالی نداره این سه شب. آدم متون مدرسه نره روزا که روزا بخوابه که شبا بتونید اینجا احیا بگیره. دعاها رو بخونه، نمازها رو بخونه که ان شاء الله خدا همه ما رو آماده برای فرج امام زمان بکنه. این بهترین آمادگی قلوب ما آماده شدن برای ظهور آقا امام زمانمونه. نکنه خدای نکرده آقا امام زمان انشاءالله بیاد ما آماده نیستیم ها. بهترین شبا شبای سه شب قدره.